في مدن محظوظة بأنها على البحر وفي مدن محظوظة بأنها على المحيط. طنجة بقى محظوظة بأنها على الاتنين. لأن طنجة مدينة كوزموبوليتن يلتقي فيها الشرق بالغرب. هنا بتلتقي الثقافات والأفكار والأحلام اللي شكلت تاريخ المدينة على مدى الزمن. التقاء البحر بالمحيط مش مجرد اختلاط مية بمية، ده موضوع أكبر من كده بكتير.